يعتبر قطاع الصرف الصحي من أهم منشآت البنية الأساسية التي تعكس بوضوح مدى تقدم الدول واهتمامها بالجوانب الصحية والبيئية. تم تأسيس الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي حياة للمياه في عام 2002 لبناء وتشغيل وتطوير وتصميم وصيانة وإدارة مرافق الصرف الصحي في محافظة مسقط، لتمتد خدماتها لاحقاً لتشمل جميع محافظات السلطنة عدا ظفار، نظراً للنمو الذي تشهده السلطنة سكانياً وعمرانياً، ويعد من أكبر مشاريع البنية التحتية على مستوى المنطقة. عملت حياة للمياه منذ تأسيسها على إدخال أحدث التقنيات الحديثة المستخدمة في مجالات الصرف الصحي وطرق معالجة المياه الناتجة من تلك العمليات، وكيفية استخدامها لجعل عمان أكثر اخضراراً وصحة والحفاظ على صحة وسلامة الإنسان والبيئة. رغم كل التحديات التي واجهتنا في تنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام، إلا أن النجاحات التي تحققت بفضل من الله وتوفيقه وبجهود ومساندة من الحكومة الرشيدة نعتز بها، وكان آخرها أن نالت حياة للمياه موافقة مجلس الوزراء الموقر على أن تشمل خدمات حياة للمياه جميع محافظات السلطنة ما عدا محافظة ظفار. أيضا أن هذه الإنجازات تحققت بسبب وجود الكادر البشري المؤهل وذو همة عالية، إضافة لتفهم السكان لأهمية هذا المشروع الحيوي الهام الذي يهدف إلى حماية الإنسان والحد من تلوث البيئة، كما أن دعم ومساندة الشركاء كان له أثر إيجابي في تحقيق هذه النجاحات. العاملون في حياة للمياه والذين يقترب عددهم من 800 موظف يعملون في مناخ عمل إيجابي، وتتجاوز نسبة التعميم 87%، حيث يحرص الجميع على الاهتمام والنزاهة والعمل الجماعي والاحترام والشفافية والمهنية، وهي قيم التزمت وعملت بها حياة للمياه. بلغ إجمال أطوال شبكات الصرف الصحي 3772 كيلومتر، في حين بلغت أطوال شبكات المياه المعالجة حوالي 500 كيلومتر، وتبلغ القيمة الإجمالية لأصول حياة للمياه مليار ريال عماني. وبلغ إجمالي كمية مياه الصرف الصحي التي استقبلتها جميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي أكثر من 54 مليون و500 ألف مترا مكعبا، في حين بلغت كمية المياه المعالجة المنتجة أكثر من 53 مليون و740 ألف مترا مكعبا، وذلك في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2019. في عام 2006 أنشأت حياة للمياه المختبر المركزي الذي تم تزويده بأحدث الأجهزة والمعدات العلمية المتطورة على أعلى مستوى، مصممة لتلبية احتياجات حياة للمياه. يوفر هذا المختبر مجموعة من الاختبارات الفيزيوكيميائية والميكروبية الحيوية لمياه الصرف الصحي والمياه المعالجة ومياه البحر ومياه الشرب والسماد وعينات المواد الجامدة الحيوية، كما يقدم خدماته لعدد من المستفيدين من القطاع الخاص والأفراد لفحص عينات المياه. أنشئ مصنع كلأ للسماد العضوي في عام 2011 بهدف التقليل من آثار انبعاثات الكربون المضرة بالبيئة عن طريق الاستغلال الأمثل للمخلفات الخضراء والحماءة المستخرجة من مياه الصرف الصحي التي يتم تدويرها لتصنيع سماد عضوي معالج طبيعياً يستخدم في الأعمال الزراعية في المزارع والحدائق المنزلية وزيادة رقعة المسطحات الخضراء. بحيرات الأنصب
أحد أهم المشاريع البيئية في قلب مدينة مسقط، عاكسة الوجه الحضاري الجميل الذي ينبض بالحياة. توفر هذه البحيرات البيئية المثالية لأكثر من 300 نوع من الطيور، وتجذب إليها العديد من الزوار والسائحين بشكل يومي. حيث دأبت حيا للمياه منذ تأسيسها على العمل بشكل مستمر ودؤوب لتحقيق الأهداف المرسومة والمتمثلة في إنشاء نظام صرف صحي متكامل يساهم في جعل عمان أكثر اخضراراً وصحة، ويقلل من الاعتماد على مصادر المياه العذبة في الري والتشجير والزراعة الإنتاجية والأغراض الصناعية والتجارية الأخرى، تحقيقاً للأمن المائي الاستراتيجي. مع كل هذه النجاحات إلا أن المسيرة طويلة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي الهام، لذلك قامت حيا للمياه بتنفيذ الخطة الرئيسية لمحافظة مسقط والمحافظات الإقليمية لعام 2045، وتتجاوز تكلفة هذه المشاريع حوالي 9 مليار ريال عماني حتى عام 2045. إن تضافر هذه الجهود جميعا ستؤدي بلا شك إلى تحقيق رؤيتنا عمان أكثر خضرارا وصحة. حياة للمياه.